السلام عليكم إخواني وأخواتي. مشروعنا اليوم بعنوان صدقة جارية لحفر آبار مياه للمسلمين في أفريقيا والدول المحتاجة بكبسة زر بدون دفع. اسمعني أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن هنا إخواني وأخواتي أطلقنا مبادرة بئر ماء بضغطة زر، مشروع بسيط قائم على النية وبدون دفع من أموالك. تخيل عزيزي، بسبب ضغطة زر ضغطتها اليوم تلاقي وراك أقوام حسنات يوم القيامة بسبب صدقتك الجارية. سبحان الله. وللتوضيح عزيزي، سوف تقوم يوتيوب بالدفع للمشروع كاملا من خلال اشتراكاتكم وتفاعلكم معنا في القناة، حيث أن يوتيوب سوف تقوم بوضع إعلانات على القناة، وبهذه الإعلانات سوف نحصل على الأموال المطلوبة لتمويل المشروع كاملا. وسوف نقوم بتخصيص ما لا يقل عن 50% من عائدات القناة لتنفيذ المشاريع الخيرية كاملة. سبحان الله، بضغطة زر اشفع لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.